الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، واكفنا واصرف عنا سوء وشر ما قضيت. سبحانك ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، لا ضالين ولا مضلين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولإخواننا وأخواتنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ولجميع المسلمين، واجعل خير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الله أكبر.